السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مايكروسوفت عاملة موقع اسمه ديزاينر، وحتى لو انت سطبت بينج بتلاقيه نزل معاك على الموبايل. هو ديزاينر عبارة عن ان تقدر تعدل الصور بالذكاء الاصطناعي، تقدر تعمل كرييت او انشاء للصور بالذكاء الاصطناعي. في مزايا كتيرة جدا، يعني كل الصور دي معمولة من خلال ان هو حد كتب تكست. في مزايا مثلا ايمج كرييتور، يبدأ تكتب تكست فهو يبدأ يعمل لك الصور. في ديزاين كرييتور، في لو انت عايز تمسح اي جزء اي شخص تقدر انت تتعلم عليه ويعمل ديليت، يحذف الخلفيه، يعمل براند، يعمل لك البومات للصور. ستيكر كرييتور، جينيريتيف اكسبند، يعني عندك صوره معينه هو يبدا ان هو يتوسع فيها ويقول لك لو الكادر اتوسع ممكن ايه اللي يحصل. فدي كلها امكانيات موجوده في برنامج واحد. وفي طبعا حاجات جاهزة لتصميمات الانستجرام، حاجات للفيسبوك وهكذا. طيب خلينا مثلا نجرب ايميج كرييتور. فبيقول لي اوصف انت عايز ايه. طيب نجرب نوصف بالعربي، مثلا اسد، اسد فوق سحابة بمصر، ونقول له جنريت، فعمل لنا صورة بالشكل دوت. تمام، ممكن نبدأ نشوف برضو صور تانية، نبدأ ان احنا ناخد منها افكار. كل صورة من دول تقف عليها بيقول لك ايه التكست اللي اتكتب عشان يطلع لنا صورة زي كده. طيب انا مثلا عجبني الصورة دي، هقف هنا، ممكن تقول له جنريت، يبدأ ياخد نفس التكست ويعمل لك صورة تانية. وانا كاتب مثلا سان فرانسيسكو، غيرها لمصر مثلا، ونبدأ نشوف الصورة تبقى عاملة ازاي. عمل لي الصورة بالشكل دوت. فأنا ممكن أجي هنا وأقول له بدل سان فرانسيسكو أنا عايز كايرو مثلا. تمام، وتقول له جنريت وهكذا. عندك قدرة كبيرة جدا إن أنت تعمل صور رائعة من خلال الذكاء الاصطناعي.